ضيف اليوم الدكتور رزوان أكتاف. هو طبيب. بيني وبين نفسي قررت إنه أساعد بشكل منظم فئات معينة من السوريين. أخذت على عاتقي في البداية جمع الأطباء. وأفضل إنتاج كان يعني أو أحسن إنتاج كان ممكن يتم إنه نحن سوينا اتفاقية فأين بارون اسمها بالألماني، اتفاقية مع مكتب العمل تسمح للأطباء والصيادلة إنه يعدلوا شهاداتهم خلال فترة 3 سنوات دون ما يقطعوا عنهم المساعدة. طبعا هذا الكلام مو مفاجئ للنمساوي، يعني أنا بريد يعني نرجع شوي لورا لحد 2010 كانت الجالية السورية في النمسا متواضعة، جالية متواضعة يعني حوالي 2000-2500 شخص. أوكي. كل النمسا. ثقافة العمل الجماعي عند السوريين وعند العرب عموماً مفقودة للأسف. عنا نحن كأفراد في المجتمعات الأوروبية ناجحين، بس يوصل العمل لموضوع عمل جماعي فاشلين للأسف. أغلب المؤسسات العربية التي أنشأت في النمسا من خلال متابعتي إلى وحتى بعموم أوروبا كانت مؤسسات فاشلة لأنها لا تقوم على مفهوم العمل المؤسسات. بس في ناس يستحقون التهبيط، يعني انه مثلا متطفلين على اشياء مثلا ما هي شغلتهم. يعني انا باعتقادي ان العمل اخي بفرز الناس المتطفلين من الناس اللي بتعمل بشكل حقيقي. قالت لي انا بنصحك، يعني قلت لها انه عندي هلا مشكله انه اسافر على النمسا. قالت لي انا بنصحك تسافر ولا تعود. لا ترجع. وفعلا هذا اللي حدث، انه غادرت سوريا تلك العام ولم أعود إليها. الله يعين سوريا، أطلع لي بإيدنا شيء. نأمل من الله سبحانه وتعالى أنه نعود ونلاقي سوريا موحدة، نلاقي سوريا اللي منحبها، نلاقي سوريا اللي منعرفها. شو تعمل هنيك أنت؟ يقول لك إيه نحن الأمريكانك بعتونا وما بيدفعونا إذا ما رحنا هنيك. إذا أنت تنفذ أجندة الأمريكان. طيب تركوك الأمريكان، لا أجندة مين بدك تنفذ؟ رجعوا لحضن النظام، لأن هؤلاء لا يمتلكون أجندة وطنية. أغلب اللي جيبوا عنا يا أخي ما بيعطونا عمل، ما بلاقوا شغل. يا أخي العزيز، لن يعطيك أحدا شيئا، عليك أن تجد بنفسك هذا.